سيدي حبيبي، انا اللي كنت بغيت نلقى التحيه وتسبقتيني، كتبان لي فرحان اليوم وكيف كيقولوا دراسك كيبانوا. اشنو عجبك سيدي محمد وشنو بلانك؟ ما شايب، انا غنخدم كثر ما غنهضر، ما نكذبش عليك، حيت عرفتي علاش الهضره ولات كتحسب علينا سي بشاي، فهمتي؟ حنا كنكونوا كنهضروا بحسن نيه والناس، وحنا اش غنقول لك، حنا واضحين، حنا مرايا، فهمتي؟ حنا مرايا، داكشي اللي كان في قلبنا كاين على لساننا، وهادشي راه معروف فينا والحمد لله. سيدي بشعيب، سيدي صديق رسول الله، كثر من 500 ابيل في النهار كنتلاقاو اليوم على هاد الموديل هذا، وخصوصا ملي جات صفاء حبيركو خداتو ولا عليه واحد الاقبال الكبير، فهمتيني سي بشعيب؟ نعم سيدي انا معاك. وحنا دابا ما كناش كنبينو هذا بشعيب بزاف، كنا كنبينو الويل جوج، ولكن ما عمرنا بينا السيريه كامله. اليوم ان شاء الله ما نبقاو نخبيو لكم والو، وجدنا لكم السيريه كامله بالثمن زوين. هذا مسلم دو سوا لامي اف سالورو اوريجينال، كيتخد من اوروبا، هذا لا داعي نسميو الى بلاصه كناخذوه حفاظا على السريه سي بشعيب، ياك ضروري سريه مزيانه هاد السريه ضروري عجبتني ضروري. بالنسبه للوينات في الكرناج بشعيب، قبيله كنت كنكارني فيهم قلتي لي، قلت لك انا غادي ندير هاد الكرناج سو ريسك، زيرو ريسك السي بشعيب، اسهل كرناج وهذا درت لا سامبليسيتي. اش غنقول ما بغيتش نغامر في اللوان، فهمتي بشعيب؟ اييه هادو من الناس اللي الكالم، الناس الكلاس، فهمتي بشعيب؟ اللون في اللون ولا ديغرادي مفروق عليه شويه كما كتشوف معايا سيدي بشعيب. سير على بركه الله، نبداو من هذا سيدي محمد. هذا فيغ ايمغود، هو راه ما كيبانش في التصويره بشعيب، هذا فيغ ايمغود. بالنسبه بشعيب شنو كيجي؟ راه كيجي هذا تتكاشط، خداوه تكاشط من عندنا، خداوه مصممين كبار تكشيطه، وخداوه جلابه وقفطان. وبالنسبه تخداوه جلابه في قلب جلابه، راه موجود قبل ما تشري الثوب وحط حدا، وبقى تفكر باش ديريك ديها عند الخياط، فكر شنو ديري بها، عندك حداك الوقت الكافي حتى تقتني على خاطرك وديها عند الخياط. هذا سيدي بشعيب اللون ديال السومو بان، باش نقربوا التصويره اكثر، بحال قشرتي شي كروفيتا طريه بشعيب جايه كتركل بالمرصه ما شاء الله. وهاد اللوين ملي انت قلت لك كروفيت اسم محمد، واللون الكروفيت ملي كدير ليه داك اللون ديال الفلفله المراكشيه، يعني هاد اللون هذا عرفتي هاد راه كيتخيط بهاد اللون، يعني انت ملي قلت لي الكروفيت قلت لك الفلفله المراكشيه راه غادي يعرفوا كيفاش كتكون دايره اختي، وراه اللون ديالها هذا كيتخيط بهاد اللون غوز كروفيت ديالك انت بالفلفله المراكشيه. ورد عليا وقري العباد شو كي كان دايره اختي، لعبها بطو ريوغي سالو صح. خلينا نشوف المرحله الثالثه سيدي محمد. هذا الفيغ او، الفيغ او لون مهتن كالم شريف، ياك بشعيب؟ اييه او لا غلط؟ لا لون زوين هذا، يعني كيبقى لون ادمي، اييه وكيبقى جميع الاعمار، يعني من الطبقه من الصغير للكبير، المينور حتى الحاجه تقاعد كلشي. وتحيه لصحاب الراميد بشعيب، بزاف ديال الكليان كيجي عندنا كيقول لك حنا عندنا بطاقه الراميد تصاوبوا معنا، والله لا كنتصاوب معكم، حتى هذا راه وقفنا في الثمن شويه. انا الدراوش انا نخدم معاهم انا، وذوك الطبقه اللي كيدعي وسميتو انا خليتهم لك، خلي لينا الدراوش ولا يقتلني. مرحبا سيدي بشعيب. زيد اخويا دزت هذاك النوار توا سيدي محمد بالماغ، ولا ماغو نوار ولا نوار من اللي مارو؟ هذا المارو هذا سي بشعيب راه فيه الروفلي ديال البرونز الا لاحظتي. اييه ما هو بالضوغي، ولكن هو في الشوفه كيبان بحال، قول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني باش نوضح الا جيتي تشوف فيهم ديك الجهه كيبان ليا ماغو برونز، كنتحول هاد الجهه هذه كيبان ليا بحال بالضوغي. كلامك مضبوط، قول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفته سير سيدي، بسم الله القى المجروح جاك الفسوح. زيد حبيبي هذا عاوتاني. انا صراحه هذا اللون كيعجبني بزاف، لون ديال الشرفه كا ولا لا كاين شريف. هذا كيف كنقولوا، هذا كيف كنقولوا التصاور من اللوينات الرئيسيه، اللون اللي هو انيق، يعني واللون اللي ما كيموتش بشي ما كديبغضاش، لون ابدي هذا. هذاك الشيء علاش قلنا هذاك اللون اللي رئيسي، يعني كلشي كيلبس، كتلبسوا عروسه، كتلبسوا مراه كبيره، كتلبسوا حاجه، وكتلبسوا حتى اللي بغات دير شي عمره ان شاء الله، وكيصلح حتى الخرجات، يعني حضوري وصالح جلابه، صالح قفطان، صالح تكشيطه، يعني انت قري وداك الشيء اللي بغيتي، فين كيكون اختلاف غير في الميتراج. ندوزو فين وصلت يا سيدي محمد عاوتاني هنا البلو رويال. انا كيعجبوني الالوان بشعيب هما اللي كيتساليو باروى روى روى الملكيه، الالوان الملكيه بشعيب. اييه ضمن الالوان الملكيه هذه. غير بشعيب بالنسبه ل كاينه ريحانه، نوره، ساميه،
ابوريتاج هادوم اربعه النوامر ديال لي كونتاك راه ما كيديروا حتى شي حاجه من غير التصاور يعني ويجاوبوا على الكليان. يعني اختي اللي بغيت نقول لك كاينين بزاف ديال النوامر ممكن تفشي اللي بغيتي صوري تخيل راسك راكي في المحل معلك غير تسقسي واللول اللي عجبك يصوروا ويصيفطوه لك واللي ما عجبكش يخدموا معك بشكل اخر يعني بطريقه اخرى على اللي بغيتي انتيا. ونزيد النصيحه اللي نعطيها لك يعني انتيا تخيل راسك راكي في المحل انت اللي كتامري وكتشهي علاش حيت انت المعنيه هكا سيدي بشي جاك الخير هذا البلوع اي هذا البلوع لا مارين لا مارين ياك مارين بشي ماريا خارجة اليوم بشي اي هذا الشيء كيلبسوا اكثر يا كيف كنقول انا كنت ذاك الشخصيه القويه اللي كتميل بحال هذا اللون هذا كتكون ترقى في النفس ما تحتاجش لوينات فلاش البيضاء شي وحده بيضاء ايه يعني اللي كتكون اي وحده عندها شخصيه قويه كتلبس بحال هذا اللون هذا هذا بشيب حتى هو من اللي قال ديال الفيغو من الفصيله ديال الفيغو هو غادي مفتوح عليه بشي ايه فاش كيفكرك هذا اللون هذا سيدي بشعيب؟ اش نقول لك انت كيما هذاك اللامي اللي فيه مره كيعطيني سماوي مره كيعطيني لون البحر اش نقول لك يعني هذا اللون فيه راه كيلعب مع داك اللامي ديالو زائد الدوبلور اللي فيه يعني لا قدروا نسميوه نقولوا فيغو وراه كيكون فيه الكلار والفرونسي ونقدر نقول لك ملي بغيتي تلعبي بالخدمه وبالقفطان راه ما كيبقى بحال ما لا لون له هذا الا لبستيه لبساته السيده بشعيب خصها ضروري تقراي شويه ديال المعوذات اللي تقطع لينا الثوب ياك سي بشي اييه الا جات في الثوب ماشي مشكل حنا نخافوا على الكليانه اللي غادي تلبسوا ماشي مشكل جا في الثوب وتخلينا الكليانه بخير وعلى خير باش تقدم عندنا البودكاست نعطي واحد اخر فابو تقدم عندنا البودكاست اييه الكرونه حتى هذا راه كيتسيف هي هاد الكرونه هي سخونه كتخدم بالكارتي ولا كتخدم بالدوغي ولا كتخدم بالبرونز ولا كتخدم كيف قال سمح محمد قبيله حتى بهذاك الغوز كروفيت حتى هي كتمشي بهذا اللون وهادو ما بشعيب راه التكاشط والقفاطن والجلال بكل شيء اييه كلهم كيجيو زوين يعني هاد موسلين اللي هو لامي دو سوا يعني ديال مسلعة اوروبا كصلاح للجميع يعني في كاكت لوحيل كيف كنقول لها انا يعني ممكن ديرها قفطان ممكن ديرها تكشيطه وممكن كذلك ديرها تجلبه الحضور علاش لا وهذا سي بشعيب اللي نقول لك اللي سنانه لوبيا على شي وحده ياك سي بشعيب تلبسوش تمشي عندها بلا ما تهضر معاها بلا حتى شي حاجه ياك ايوا تاع عينك باه تفرقع لشي وحده المراره لا كيكون عندهم حسابات العيالات فهمتي حنا كنضحكوا لا كاين اللي عندها حساب عندها هذا على الكليان اللي بنانا بهذه الهضره هذه يعطيني شي حاجه للسم وما كاينش شي واحد ما عندوش الاعداء راه ضروري الاعداء راه شنو نقول لك الحياه هي هذه هذا اللون بشعيب راه الصراحه ما برونز ما كارتي هذا يعني فيه اللي قد يلسوم وكان داك المزيج ديال اللامي هو اللي عطى هذا اللون بحال هكذا سنتدو السيمانه ونسبع السبوع ان شاء الله شنو ندحوا لي هذا شي تكشيط بشعيب ندحوا لي شي مراق ندحوا لي شي عراس هذا بشعيب الكارتي هذا ايه الكارتي اللون كيمشي مع كل شيء حل المشاكل حتى في الروامه بشعيب شي وحده كيفاش راه دير الكارتي تاعك صافي ياك اسي اي حيت دابا راه مطلوب دابا وهذا انا عاودتني سيدي محمد ولكن شوف شوف بحال غمقتي عليا فاش خليتيني كتجبد لي لساني وانت بقيتي ساكت ما قلتيش لي الاثمن وما هضرتيش لي على الميتراج اخو سمح ما شرحتيش لي الميتراج هادشي بشعيب هاد الثمن هذا اللي غادي نقولو 600 درهم لاست برايس اخر ثمن ديال 2 متر و50 هذاك الشيء اللي بغيت نقول لك التحتاني ديالو خاص محمد شحال فيه التحتاني حتى هو 2 ونص حنا كنديو دابا على الموديل ديال الجلابه في قلب الجلابه ولا الجلابه وقميص وكاين شي فرصه اللي بغات تغير الدوبلور في التحتاني او تغير الثوب هذا بشعيب حنا ماشي مشكل ولكن حنا هذا الروام اللي درنا دابا هو اللي كاين كنت عارف الرد ديالك غادي يكون زوين انت اصلا خاطرك واسع عرفت غادي تبدل ما عندكش مشكل زيد بالنسبه لنا ولكن ما يلقاوش ما احسن من هاد الكراجه بشعيب اي غير زعما كره الناس اذواق حيت كاينين شي علماء كتلوا عندنا حنا بعض المرات كنديروا شي حاجه اللي هي كتكون 100% بشعيب انا الهدف ديالو هو ينتقد ويقول شي حاجه ما كاينش بشعيب انا نسول هذاك اللي مثلا كتقول لك هذا اللون ما جاش من هذا اللون انت يا اختي ولا اخويا واش قريتي على الوان واش من مدرسه خير لا هي اصلا واش ديزا كبرتي في الكارناج ديال الوان واش ديزا كبرتي في الوان لا هي ما عمرها شرات اصلا هي كيعاودوا لها صافي هذا هو السؤال اللي نسولها وهي تجاوبني عادي لا ما عمرها شرات عادي شي خبير في الوان الا تناقضني بشي مشكل ولكن انا واش انت اصلا ما كتلبسيش جلاله وكتلبسي غير الجين وتجي تقول لك هذا اللون ما عجبكش كتنوضي كدير واحد الكومونتير اللي اش نقول لك بلي ما كاملناش داك الشيء هو حنا المشكل ديالنا كتلقى مشكله مع لا عرفتش عرفتش بحال هكا ماشي عندك مشكل والله خويا ما حكي المشكل اسمع عندك انا الثقه في النفس الحمد لله ودا اعتراف من ناس كبار يعني هذا شرف لينا كيف كنقولوا وكنقولوا لك كنتحداو حنا كنتحداو كنقولوا شي حاجه ليا في محله غير تيا باش ما يبقاش فيها الحال كنبغيك باش تعطيها واحد الجواب ديالها الا عندك ثقه في راسك وكتدعي بان ما كتماري اللون اجي عندنا اختي اجي عندنا ونديروا لها التلوينه ديالها هي وتماري ودير لها فيديو حتى هي وتلوحها وشوف الناس شنو غادي يقولوا لا هادشي راه غير كنقولوا شحال
حنا جاي راه قلت لك جاو عندنا منهم بحالهم بزاف، هي راه لابسه كشمير وكتقول لك شنو هي هذه المبره. مشاي على قبل الكراج ديال الوان اليوم راه شتي شكون جا صور معنا، وغادي تشوفوا لا فيديو ديالو ان شاء الله في لاشين يوتيوب، حتى حنا غادي نلوحوا في لاشين يوتيوب، نخليك نخليها مفاجاه ان شاء الله. ان شاء الله ما نحرقوهاش. اه ما نحرقوهاش، وغادي تشوفوا ان شاء الله شكون الناس اللي ولات كتعترف بينا حنا، راه حنا كاينين فهمتي. هادشي خاصنا خلينا البصمه ديالنا ودرنا البوز الحمد لله، باش درنا البوز بالخدمه ديالنا بالكونفيونس ديالنا بالثقه ديالنا بلا كاليتي ديالنا بالثمن الناقص ديالنا، هادشي باش درنا البوز بشعيب بالخوا الخاوي. أيه. درنا البوز بواحد الحاجه نفعت الناس، واحد الحاجه هادفه، وهذا راه هذا بالفضل ديالكم انتم، انتم اللي كتدعمونا اكثر السي بشعيب. وكنقول لك لي انا دابا هادو اللي كيتفرجوا فيا دابا، اللي خدات شي حاجه من عندنا وعجباتها تخلي كومونتير وشنو خدات وبالصحة والراحة. لا مازال مازال اسمع شنو ما نسيتي العنوان اخويا، راح يتكلم العنوان شارع افغانستان الحي حسني حدا الجامع، كاينين ثلاثة أربعة ديال الدريات، غير عيطي ليها تخرج حتى لعندك، غتبقى مقابلك ومسوي بياك في التليفون من الدار حتى توصلي للمكازا، وإلا قلقاتك ولا ما تعاملاتش معك عندك الحق دوز عند درية واحدة أخرى، وإلا ما عجباتك شي حاجة دوزي، حنا متوفرين أربعة وما يمكنش بأربعة بيهم ما يتعاملوش معك السي بشعيب. وبغيتك سيدي محمد عاوتاني الله يرحم باك دوز واحد الميساج واحد الرسالة عاوتاني، وبغيتك دوزها للزبناء ديالنا بالنسبة لهذوك لي باك اللي كيقولوا سالوا وما بقاوش، بأن ما راه ما كاينين غير كاينين أسباب اللي مازال ما وجدناهمش، شنو غنديروا فيهم تما سيدي محمد؟ بالنسبة لي باك بشعيب أنا اللي درتيها أنت في لي باك ما كنهضرش معك، واخا بعض المرات كنشوف راسي أنا كناكل العصا، ولكن راه كناكلها وكنسكت. غتاكل العصا من أجل الكليان وغتعاود تاكل العصا وغتعاود تاكل العصا وخصوصا غتاكل العصا. غير هما حاجه وحده اللي مطلبه منهم كما انا كناكل العصا حتى هما يصبروا شويه السي بشعيب. علاش؟ راه ما كيكونش لي باك بزاف. دابا مثلا انا بشعيب حنا كنديروا 20 باك خاسر فيهم 2000 درهم، وإلا درت 100 باك بشعيب شحال نخسر؟ الروتور الذهب الى الذهب غير كفكر الغزاله مقرقش ما فيهش حتى كلمه تخيل جاني كار عريباس. وراه عندنا واحد البقيره تما بشعيب كتسناني كتبان لي انا نمشي نسرحها في هذا الربيع فهمتيني السي بشعيب؟ ها بقيره و واخا خاص واخا خاص مع مع الحباب، الحباب راهم هما اللي شادينا. مال تاع البقره شوف شايف، انا كنقول واحد القضيه انا ندوي صريح وسمحوا لي راه النبره ديالي القبيحه، انا ما مولفيناش عليا الكليان ديالي. شوف شعيب الا كنت غادي نسمعوا الهضره بزاف على لي با كلشي عيط، انا ما خديتش انا ما خديتش، حنا ما بقاوش نديروه كاع وحتى وحده ما لا انا نقول لك ما نتكلف اسمح لي بس صوتك اخو ما تشغلش بالك. بالنسبه لشعيب دابا بحال السيده خلينا لها جوج باكات وبغيتي الثالث، خلينا لك الثالث، وبغيتي الرابع قلنا لك ما كاينش، خديتي ثلاثه خلي واحده اخرى تاخذ، سمح لي بشعيب. او اش غنقول احنا احنا اصلا تاخذي يمكن لك تاخذي واحده، ودابا شنو لو كيديروا شي عيالات اخرين ما كنخليوهاش تاخذ اربعه، كتصيفط واحد اخر، كتصيفط لنا اربعه العيالات في النهار، في الاخر هي راه خداتو مع انسانه وحده كتبيع وتشري فيها. خويا حنا هاد لي باك هذا بشعيب درناه للدراوش باش اللي كيبيع ويشري. هادشي اللي درناه اللي ما عندوش، اللي باغا دهاز رخيص ونقي وزوين تلبس بحالها بحال الناس، ما درناش لواحد اخرى تبيع وتشري فيه. بغيتي اختي تبيع وتشري معنا مرحبا بك، غادي تجي عندنا وديوك للديبو واختاري على خاطرك ونديروك اثمنه ديالك السي بشعيب، كاينه ولا لا؟ كاين هذا الشيء الكلام اللي قلتي يا خاص محمد، كل شيء حلو وزوين، ولكن انا عندي واحد الرساله ملي انت ما بغيتيش سواك تكون الوكيل ديالي تمرره انا غنمرره. بالنسبه لهذ الفكره ديال لي باك اللي درنا حنا دابا، راه حنا مادام درتها وفكرنا فيها الا راني قاد بها، واللي ما خداتش رانا غنعاود نصايبها ليها، والا عجبو الحال يريح، والا ما عجبوش الحال البلاد راه تهزو تهز غيرو. مازال غنوجد لكم لي باك وغندير لكم كذلك ثمن زوين، ومازال غنزيدو كيف درنا العنوان ديال كسر اسعار على قولة الله اكبر، ومازال غادي نكسروا الاسعار. لا اله الا الله. لا هاد علاش عزلنا الوينات فلاشي بزاف، حيت الوينات فلاشي لا طوندونس دابا تخي طوندونس اكزاكتومون. هادي غادي نخليوها افا، وهادي الصراحة هادي دو بياس يا منين دخلتي وهي عاجباك. عجباني هادي عرفتي علاش؟ ما عرفتش واش هادي مخيطها لراسي ولا مخيطها لماما. شوف دابا تليجا كيعشقها كلشي الصغير والكبير، وتليجا بياسة أبدية كما كنقولوا، هذه وارثينها أبا عن جد. سرحيها لك باش باينة باينة اللون. اه تيامسي صافي هاد
هذه التليجه هذه هذه بحال هذه ولكن هذه تاع هذه راه فيها اللوينات اش تو راه ديتهم في الطريق دايلا 100% على الراس والعين اج شوف سير ملي سير ملي سير جات زوينه ياكي صافا دور عليك فين بحال هكا اسمح لي انصور صافي نمشيو نجيبو التليفون فيها الكمام وفيها نظام الصفاء باينه ولي الي مشهور زيد طلع على الفوق كي ليبري الزواقه هادشي زوين سلام هاك صور وحط 4000 ريال صافي يلا بصحة بارك الله عليك سلامة اسمحي لي ما تحديتيش على خاطر لا لا بالعكس هذا راه فيه مضمة وفيه الكمام هذا هو لي مونش يجيو بحال هكا والمضمة ديالو حتى هو بحال هكا بحال هكا يجيو فني حتى الطريقة كيفاش كنخدمو اللون راه ماشي هاد اللون ماشي أي لون دخل هذه دابا راه قراية ماشي داكشي جا عشوائي ولا لا 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 بالنسبة لهذا راه بوشي هذه كيما قلت لك قبيلة ستوري نبغي ندير ليها التبطين ديالها ياك ولكن عطيني اون كولور اللي تجي في التبطين من الاحسن باش تخلي قبيلة قال لينا زهير ياك عماد قال لي غادي نوجدوا لك نعطيك لاصوة اعطيني اعطيني باش نغلفها ومن الاحسن يبقى اللون في اللون باش يجي كلاس يجي خفيفة بالقلب ملك ولكن هذا باش نخيطو فينا لون بهذا تخدمي هذا بالبرونز ولا بالكارت هذا اللون هذا كاين كاين هذا في السفيفه موجود ونجي زوين انا بغيت تجي غير سامبل ولي مونش يجيو مجموعين يجي سامبل وهذه تقدر تنبشيها كاع انا كديري حجيره خفافه الا بغيتي شوف صالح للطرز وتنبش هذا واخا تشوفي الصح اللي بغات تبدع اكثر زوين ما عمري وقيله ما لبست الصفر في لا هذا غيجيك مسطير اسمح لي اختي صافي لا غادي يجي زوين بصح خليها غطا لك يبان هذا وهذا راك سرحه لا غادي تجي زوينه بصح غادي تجي زوينه تاكدتي هذا قلتي لي خليه ما عرفتش علاش ما عرفتش كنت باغا نشوف واش هذا ولا هذا دابا هذا اللون الصفر ما عمري ما لبستو هذا اللون كل واحد ولو الشغل ديالو انا نفضل هذا مثلا مره كبيره تجي باقا جون تقدر تجي صح لو جون بصح سي فري حيت الا ما زعمتيش دابا يمشي غير بزاف عندك سي فري ما عمري خيبت حاجه فيها الصفر بصح هذا ديك الجون موطر ديك اللون زوين باش يديك الشاعل باش يديك الطافي جا الوسط سي فري دونك صافي هادو بالصحة والراحة باش يوجدو نوريك التصاور ان شاء الله بصحتك انتي صحة وراحة صحة وسلامة ومرحبا بك والمحل بارك الله فيك بارك الله مازال نجيبك ماما واختي مرحبا بهم بحال جايين المحل لا لا اختك عارفة اللي كاين عارفة اللي شكرا مرحبا بك كبرتي بينا الله يكبر بك اختي افيك غون بليزير اختي